كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. محمد الله معجل علي السلام عليكم زوار قناة كاف 24 تي في. كنتواجدوا الان في المنزل ديال التلميذة هناء الشقاف الحاصل على اعلى نقطة البكالوريا، وثاني تلميذة الحاصل على نقطة بكالوريا في المغرب. مرحبا بالاخت هناء الشقاف، التلميذة الحاصل على النقطة الاعلى وطنيا من ناحية المدرسة العمومية. السؤال اللي كيوجهو الرأي العام لك تلميذة، كيفاش حصلتي على هذه النقطة؟ هو أولا الاسم ديالي هو هناء الشقاف، حصل على أول معدل وطني على مستوى المدارس العمومية بمعدل 19.33. أنا تخصص علوم رياضية ألف خيار فرنسي. أول حاجة كيفاش هاد النقطة جات، هو عبارة عن ثمرة مزهرة للمجهود دام مدة 12 سنة، يعني 12 سنة وأنا والدي مواكبيني الحمد لله، والعائلة ديالي كاملين كيوقفوا كدعم مساند ليا في جميع مراحل الدراسية تاعي، وفضل الله سبحانه وتعالى، وبطبيعة الحال كمجهود شخصي وكمجهود جماعي للأساتذة ديالي والزملاء ديالي حتى هما اللي كانوا كنا كنتعاونوا في القسم وفي ليكو دي سوار. الاخت هنا، واش والديك كان عندهم شي دور في هذه النتيجه ديالك؟ بطبيعة الحال والديا كان عندهم دور، سواء من الناحيه الماديه ولا من الناحيه المعنويه. الوالدين راه شي حاجه اساسيه في اي، يعني في اي نجاح تاع اي شخص، الا وغادي يكون وراه الوالدين بطبيعة الحال اللي كيوفروا له جميع الظروف وكيسهروا على الراحه النفسيه والماديه تاعو. يعني ما يمكنش نكرو باي شكل من الاشكال الجود والكرم ديال الوالدين ديالنا علينا. الاخت هنا، شنو الدور ولا كيفاش كان الدور ديال الاساتذه في النتيجه ديالك اللي حصلتي عليها؟ بطبيعه الحال الاساتذه كان عندهم واحد الدور جبار ومن العيار الثقيل في النتيجه اللي حصلت عليها، حيت هما المنبع الوحيد ولا متناهي ديال العلم بالنسبه لنا. يعني كانوا بالنسبه لي واحد المنهل ديال المعلومه، وما بخلوش عليا باي حاجه، وانا من النوع اللي كيصدع شي شويه الاسئله تاعو، كنطرح اسئله في اي حاجه ما فهمتهاش. يعني هما كانوا كيتلقاو الاسئله ديالي يعني على الرحب، وكانوا ديما على اتم الاستعداد باش انهم ديما يقدموا لي الدعم والمساعده. الاخت هنا، هاد النتيجه اللي حصلتي عليها دابا، واش ان شاء الله غادي نشوفوها في السنوات المقبله ان شاء الله اللي غتكون مشرفه لك؟ ان شاء الله، علاش ليلا؟ الا بفضل الله سبحانه وتعالى، والا بغى الله علاش الا، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني اللي مقدر لي الله انا راضيه به، ومادام الواحد كيدير اللي عليه وكيفوض كلشي في امر الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله علاش ليلا غادي نخدم وندير اللي عليا والكمال على الله. الاخت هنا، اخر سؤال هو واش انت شنو نصيحتك اللي غادي تعطي للتلاميذ ان شاء الله اللي مقبلين على البكالوريا؟ بصراحه اي تلميذ مقبل على السنه ديال البكالوريا، انا كنصحو باش انه يحاول يحافظ على واحد الوتيره ديال العمل منذ بدايه السنه، حيت اللي كنلاحظ ان مجموعه ديال التلاميذ اللي كانوا كيقراو معنا كانوا داخلين بواحد الوتيره يعني شيئا ما قويه ومرتفعه في الاول، ولكن من بعد شيئا فشيئا بدات كتباطل وتيره العمل ديالهم. لا بالعكس، الصبر الصبر ثم الصبر، ونحاولوا اننا ننظموا الوقت ديالنا، ولا لا بريباراسيون ما عمرها ما كانت كتبدا في الاخر، حيت هذه ما عمرها ما كانت طريقه باش اننا نبريباريو واحد السنه اللي هي حاسمه في المسار الدراسي ديالنا بحال البكالوريا. يعني خص لا بريباراسيون تبدا من الاول ديال العام، وديما نكونوا اجور، وهو راه مجرد امتحان بحال كاع الفروض اللي كندوزو في الاقسام الدراسيه تاعنا. يسفي باش اننا نكونوا يعني موجودين ليه ودايرين اللي علينا، وكمل على الله سبحانه وتعالى. جاي لجا سيدنا محمد الله معجل علي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.